أكيد استعدادات كبيرة بالنسبة لكل الأندية الأوروبية علشان انطلاق الموسم الجديد. كنا لسه قبل هذا التقرير بنتكلم عن نادي ريال مدريد وزين الدين زيدان وإيه الأخبار عندهم. نروح للجريم التقليدي الكتالوني، فأعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق الكتالوني واللي هتقود الجولة الاستعدادية في اليابان قبل بداية الموسم اللي جاي. وضمت القائمة 26 لاعب على رأسهم الفرنسي أنطوان جريزمان الوافد الجديد على الفريق من أتلتيكو مدريد، فيما غاب عنها نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي واللي ما زال في أجازته السنوية بعد خوض مباريات بطولة كوبا أمريكا. ميسي لسه بيصيف، أنا شايفة له صور كده مستمرة بعيلته، يعني بيفصل شوية من موسم لموسم، وأكيد مع مشاركة الأرجنتين المخيبة برضه والضغوط يريح شوية ويرجع يضايقنا كلنا كجماهير ريال مدريد. هو ميسي لو صحوه من النوم قالوا ينزل على ماتش هيلعب ماتش يا ميسي. اه يعني ميسي في رجل بتتحرك لوحدها من غير دماغ، فأنا أعتقد إن ميسي لعب طبعا. بس جريزمان ده السؤال بقى اللي ما لازم نفكر فيه دلوقتي، هل جريزمان يا مريهان هيبقى عامل زي اللعيبه العظيمه جدا اللي راحوا برشلونه وريال مدريد؟ ما فضلوش لعيبه عظيمه جدا، يعني هديك مثال زلاتان، كنا لسه بنتكلم على زلاتان ابراموفيتش، راح برشلونه مش هو زلاتان. بتكلمي في ريال مدريد جاريس بيل، هو احنا لسه برضو في السيره، راح ريال مدريد مش هو جاريس بيل توتنهام. في لعيبه كده اليكسيس سانشيز راح من ارسنال لمانشستر يونايتد مش هو اليكسيس. كوتينيو فيليب كوتينيو من ليفربول لبرشلونه، جريزمان بقى هيبقى في الحاله دي ولا هيبقى في حاله لويس سواريز؟ لويس سواريز اللي راح من ليفربول كسر الدنيا اكتر في برشلونه. انا اعتقد ان هي ممكن تكون تجربه ناجحه، يعني توقعات، يعني اسجل زيك يا كريم. اه تسجل. سجل يا جريزمان، انت هتنجح في برشلونه. هتنجح، انبسط يا جريزمان. لا ان شاء الله يعني كل التوفيق لعيبه برشلونه، كل جميل برشلونه يكونوا مستمتعين بفريقهم الموسم اللي جاي. اللي جميل برشلونه اللي اكيد انا والاستاذه مش منهم يعني ما يتمناش الخير لبرشلونه بكل تاكيد، بس هو ادام ليونيل ميسي موجود فالخير كله موجود، فان شاء الله كل التوفيق لبرشلونه.